يا نهر دجلة، يا نهر دجلة، هل شممت روائحا من تلكم الأجساد فاحت حالهم؟ يا نهر دجلة، ما علاقة ما جرى بالثورة الغبراء في صحرائهم؟ وهل سمعتم ثورة قامت بما فعل الوحوش بقتلهم أبناءهم؟ الرحمة والغفران للمغدورين في ضحايا جريمة سبايكر. في اليوم 12 من شهر حزيران، بالتحديد في عام 2014، أصبح العراقيون على خبر فاجع جدا، ألا وهو جريمة سبايكر اللي راح ضحيتها أكثر من 1700 شاب من شباب العراق الأقوياء الشجعان. سالت دماءهم الطاهرة على أرض العراق وامتزجت بتراب العراق. هذا الشيء طبعا مو جديد على العراقيين، احنا دائما أولادنا وشبابنا يذهبون قربان لهذا البلد، وهذه التضحية أخذناها من سيد الشهداء وأبو الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. في ذاكرة الأيام إن شاء الله نستذكر جريمة سبايكر ونسلط الضوء على هؤلاء الشهداء السعداء. مجزرة سبايكر هي مجزرة جرت بعد أسر جنود منتسبين إلى الفرقة 18 في الجيش العراقي المكلفة بواجب حماية أنبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل في قاعدة سبايكر الجوية من العراقيين في يوم 12 من حزيران لعام 2014، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت في العراق، وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل، حيث أسروا ما بين 2000 إلى 2200 جندي وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص، ودفنوا بعضاً منهم وهم أحياء. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وأبشع ما في هذه الجريمة بأنه قد تم تصوير مجريات الأحداث وكيف قتلوا تلك المجموعة من الطلبة، وقد اشترك في تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، وقد نجح بعض الجنود العراقيين في الهروب من تلك الجريمة النكراء إلى قضاء العالم التي كانت صامدة في تلك الفترة ولم تسقط بيد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام حتى تاريخ 24 من يونيو لعام 2014، حيث استقبلتهم في تلك الفترة قبيلة الجبور في هذه الناحية التي يفصلها نهر دجلة عن تكريت، أمنت لهم عجلات ومستمسكات للهروب من تلك السيطرات التي تتواجد فيها جماعات التنظيم، وكما هرب بعضهم بطرق أخرى مختلفة. روى بعض الطلاب مجريات المجزرة، حيث تم حسب قولهم وشهادتهم تسليم الطلاب من قاعدة سبايكر بسبب خداع بعض القادة العسكريين للطلاب وإيهامهم بأن الوضع آمن. فكانت تلك الجريمة النكراء التي وقعت في تلك المنطقة، ومثل ما ذكرنا قبل قليل مثل ما اسودت بعض الوجوه بهذه الجريمة النكراء، كانت هناك يعني وجوه قد ابيضت ووفقها الله سبحانه وتعالى، اللي هي كانت بعض الجماعات والعوائل اللي ساعدوا الطلبة بالفرار مثل ما ذكرنا قبل قليل بإحضار بعض المستمسكات وإن كانت مزورة، واعتبروهم كأنهم هم طلبة يعني جايين يدرسون بهذه المناطق، وأملوا لهم السيارات ودخلوا عوائلهم أيضا ضمن هذه الحافلات السيارات حتى يأمنوهم. هي هذه اللحمة العراقية. نعم. ليس بالشيء الجديد على العراق وعلى العراقيين هذه اللحمة فيما بينهم، عند الشدة تسقط جميع المسميات وتسقط جميع الصفات والطوائف والقوميات، تبقى صفة واحدة وتسمية واحدة هو العراق والعراقيين. أحسنتي. في مثل هذا اليوم امتزج نهر دجلة بدماء شهداء العراق الأبطال. طبعا يوم أليم جدا، وإحنا كل ما نستذكره يعني نشعر بغصة في قلوبنا على هؤلاء الشباب اللي راحوا غدر في مثل هذا اليوم.